دشنا اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس سيدي بيتنو بهي سبنغالي فندق راديسون بلو السياحي، حيث يستوعب هذا الفندق الكثير من السياح والضيوف الأجانب ويسهم في ازدهار الاقتصاد ويوفر فرص عمل للشباب. حضر مناسبة التدشين معالي رئيس الوزراء كالزيبي بايمي ديبي وأعضاء حكومته وممثلي الجمعيات الأممية والسلك الدبلوماسي والمعتمدين لدى البلاد. الزميل رمد جبريل أنجيني كان هناك وعد لنا التقرير التالي. راديسون بلو يؤد هذا الفندق الجديد كإضافة لخدمات الفنادق في العاصمة جمينة. راديسون بلو فندق جمينة تم بناؤه في ساحة الأول من ديسمبر الواقع على ضفاف نهر الشاري، ولإطاء هذا الإنجاز دفعة قوية افتتحه رسميا رئيس الجمهورية في 28 يونيو للعام 2017. إن عملية افتتاح أبواب فندق راديسون في جمينة سمحت هذه المناسبة لعدد كبير من المسؤولين البارزين وأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية وأصحاب المؤسسات الكبرى بالجمهورية حضور هذه المناسبة. من ناحيته أكد مدير الفندق سامي أونالي أنه يضم 175 غرفة، كما شرح العديد من التفاصيل الأخرى المهمة. وزير الشباب والرياضة يوسف أبا صلاح ممثلا لوزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوي قال إنه رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن السلطات العليا تكثف جهودها لتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي، وأن بناء مثل هذه الأماكن سيدعم مشاريع زبلة الضيافة والقطاع السياحة في البلاد. وأخيرا قام رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له بجولة تفقدية في الأجنحة المختلفة للفندق، حيث ترأس هذه المناسبة رئيس الجمهورية وبحضور معالي رئيس الوزراء باهيمي باداكي البر. وفي نهاية عمل الافتتاح الرسمي لهذا الصرح العملاق صرح رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للصحافة بأن قطاع السياحة يعد من القطاعات المهمة، كما أنه يفتح فرص عمل للشباب. إليكم جزء من حديث رئيس الجمهورية في اللقاء الذي أجراه الزميل رمال جبريل أنجلي. بلدنا جاد خاصة في عاصمة إنجمينة من سنة الستينات. إنجمينة ما قدرت نظمت مؤتمر كبير يعني بلوم رؤساء ولا كده، خاصة زمان وقتنا أويا وخاصة إنيو أفريكان، ودارين نسوب بلدنا ده بلد عن الناس التوريسم. كان عندنا أحيانا ما زيادة من 200 غرفة، لكن الحمد لله اليوم كسبنا عنه في مدة صغيرة، وصلنا تقريبا 4000 غرفة في إنجمينة. فالفندق والفندق كبير يعني بقولوها 5 نجمة ما مسك يعني. بنينا في جنب النهر الشاري، نهر الشاري، والفندق ده يخلي انت خدمة تقريبا 300 من الشباب التشادين ما عندهم خدمة قاعدين، النهر اقتصاديا مهمة جدا زي ما تعرفوا. اليوم بلدنا بلد مرق من أزمات كثيرة جدا، فالاقتصاد التوريسم مهمة جدا، ولازم الناس اللي بيجينا في بلدنا يلقوا مكان ينوموا ومكان جميل ويشوفوا. الفندق دي ممكن بنيناه بثمن صغير جدا، ما بعيد من 60 مليار فرنك صيفا، بس مبدئيا ممكن الجيل الجاي ذاته مهم للفندق دي يعني، ويقعد للجيل الجاي يكمل جمالة الهلال مدينتكو إنجمينة، عاصمة إنجمينة في جمال،
فيها مجدة وفيها جراند اوتيل للسماء فتحناها، ممكن ناخده من جاي ده. وبنينا هنا 60 كان للرؤساء والضيوف الكرام الجايين. اللي افتكرته انه سنة 2018 نقدروا نعمل هنا مؤتمر كبير عن الوحدة الإفريقية. ده شعوري، شعورنا فرح ونايت اقتصاديا مزيد من الشيء زيادة يعني في الاقتصاد من البلد ده. يعني الشيء من عملنا دي مهمة جدا في الاقتصاد ده. قاعدين تشوفوا وتنبسطوا بها بالشيء الجمال المرك في مدينتكم.